ولمزيد من التفاصيل والنقاش حول المقبرة الجماعية التي عثر عليها في محافظة نينوى، معنا من عمان عبر الخط الهاتفي الأستاذ عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. إذا مقبرة جماعية جديدة يعثر عليها في نينوى، كشف عنها مركزكم الكريم. لمن تعود جثث المغدورين، ومن الذي قام بإعدامهم باعتقادكم؟ كما هو معلوم أن هذه المناطق هي كانت مناطق صد ما بين تنظيم الدولة داعش وما بين الميليشيات المسلحة التي جاءت إلى هذه المناطق بحجة وجود داعش. ولكن في هذه الأثناء عام 2016-2017 إلى 2020 تخلت داعش عن هذه الأماكن وأصبحت تحت سيطرة ميليشيا الحج الشبكي وأيضا ميليشيا الحج الشعبي لقوات حكومية أخرى، الفرقة 13. هذه القوات قامت في وقتها بعمليات انتقامية ضد الأهالي الذين ما زالوا يتواجدون في هذه الأحياء التي هي الانتصار وجديدة المفتي وشهرزاد وحي الشيماء، وفي الطرف الآخر هي الذي يربط الموصل بكرفوك هي حي سومر وفلسطين. هذه الأحياء هي التي بقي معظمهم في مدنهم لأنهم استحالت عليهم الخروج، وبالتالي هذه العمليات الانتقامية جاءت كرد فعل لبقائهم في هذه البيوت باعتبارهم داعش. وكما أخبر الأهالي المركز بأن هناك عمليات اعتقال واسعة شنتها هذه القوات الحكومية والميليشيات، ووجد بعضهم أقاربهم يعني بمعرفات موجودة عليهم وبعضهم بأسماء، وأكدوا لنا أن هناك معتقلين من عام 2016-2017 أخذتهم القوات الحكومية، وتفاجأنا بأنهم يعني من ضمن المغدورين في هذه المقبرة. إلى الآن هذه المقبرة هي إحدى العشرات المقابر التي يعني لم يعلن عنها في الموصل وفي أطراف الموصل وفي جنوب الموصل، بسبب أن هذه الميليشيات لا زالت تتحكم في هذه المناطق وهي التي تسيطر عليها، ولا يسمح لأحد بالإعلان أو الكشف عن أي مقابر أو أي انتهاكات حدثت في هذه المناطق من ذاك العام. يعني كما هو واضح أستاذ عمر، هناك عدة مقابر جماعية في المحافظة المنكوبة ويكشف عنها تباعا مرة بعد أخرى. تحت أي بند تصنف عمليات القتل الجماعي بهذه الطريقة؟ نعم، هذه هي تصنف ضد جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم هي ممنهجة و يعني مكرسة لفئة معينة من المجتمع العراقي، وبالتالي هذه الممارسات الممنهجية والقتل العمد هي جرائم ضد الإنسانية تندرج يعني إذا ما أخذناها في وقت النزاع، وهذا كان فعلا في وقت النزاع 2016-2017 فإنها جرائم حرب. اما اذا اخذنا في يعني في هذه الاوقات فهي جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات خطيره لحقوق الانسان تنتهكها وتنتهجها القوات الحكوميه والميليشيات المرافقه لها، وهذا يتبع سياسات دوليه صارمه نحو هذه السياسات المميته والخطره، ولا سيما البند السابع من الامم المتحده الذي تفرض على الحكومه اجبار هذه الميليشيات الوقوف عند حدها او الغام الحكومه الإذعان للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ولكن للأسف هذه الإجراءات لا نراها تطبق في أوقاتنا هذه مع ازدياد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق. نعم. طيب، ما الآليات القانونية التي يمكن اللجوء إليها لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب في ظل الانفلات الأمني الذي يعيشه العراق؟ الآليات هي معروفة، أولا هي عملية التوثيق الذي قمنا به وتقوم به المنظمات الأخرى لعملية توثيق هذه الجرائم وتوبيبها والكشف عنها، فضلا عن يعني إدخال المادة القانونية في هذه الجرائم ومعرفة مرتكبيها، ومن ثم نقدم هذه الأدلة للأمم المتحدة وهي بدورها أن تأخذ دورها الإنساني والقانوني والحقيقي لمعاقبة الجنات وفرض العقوبات عليها
ولكن يعني كما هو معلوم الأمر مسيس والأمر بيد أطراف كبيرة لا تسمح بإجراءات هذه المساءلة والمحاسبة الآن، ولكن ننتظر إلى حين أن يسخر ضمير الإنسان في قلوب هؤلاء ومن ثم نقدم هؤلاء القتلة والمجرمين في المحاكم المختصة العادلة. لماذا لا تلقى هذه القضايا تغطية إعلامية تليق بحجمها الإنساني المأساوي؟ أين دور المؤسسات الدولية والحقوقية في هذا المجال؟ طبعا احنا بنحكي عن الإعلام الحقوقي إنجاز التعبير. نعم، يعني الإعلام الحقوقي أو الإعلام بشكل عام أيضا هو أصبح إعلام مسيس، إعلام غير منصف، إعلام يتبع الأوامر السياسية في عدم الكشف عن هذه أو الحديث عنها في الإعلام إلا إذا ما كانت هذه تخدم جهة سياسية وتخدم دولة ما، وبالتالي يتم الحديث عنها. ولكن العمل الحقوقي في المنظمات التي تتبع من الإنسانية وتتبع من العمل الدؤوب على هذه الأفعال وهذه الجرائم يجب أن تكون لها باستمرارية ولا تخضع لأي جهة دولية، وهذا هو ما نعمل عليه في المركز العراقي والمنظمات الأخرى التي تحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على هذه الجرائم وتفضح المنتهكيها وتبين مدى الإجرام التي تقوم به هذه القوات الحكومية والميليشيات، فضلا عن نصرة المظلومين وإحقاق الحق لهؤلاء الضحايا الذين فاتوا تحت سطوة الميليشيات وسيطرة الحكومة بشكل تعسفي، فضلا على أنه تقاعس القانون الدولي من إنصافهم. أشكرك جزيلا الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر الخط الهاتفي من عمان.